سيطرة تقنية الذكاء الاصطناعي على وظائف المستقبل ترفع الإقبال على دراسة الحوسبة. ووفق تقارير قياس حاجة سوق العمل للتقنيات الحديثة، ارتفعت الطلبات لدراسة الحوسبة بنحو 10% مقارنة بعام 2022 في مختلف الدول الأوروبية. هندسة البرمجيات كان لها نصيب الأسد، حيث سجلت أكبر ارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي. ويرى خبراء التعليم أن المتغيرات العالمية تقود توجهات الطلاب وتزيد الطلبة على دورات معينة، وضربوا أمثلة على ذلك عندما أدت الأزمة الاقتصادية عام 2008 إلى زيادة رغبات الطلاب في دخول كليات الاقتصاد. وذات الأمر أيضاً بالنسبة لكوفيد-19، زاد الإقبال على دراسة الطب والتمريض. وفي وقت يدور فيه الحديث عن سطوة التكنولوجيا على الوظائف، يقول خبراء إن التقنيات على عكس المعتقد ستزيد من فرص العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتصميم البرمجيات وتقنيات الحوسبة.